يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب بالآذان أرقبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها ما أحيلاها وأحلاه فنوره يجعل الليل البهيم ضحى فما أجل وما أجلى محياه ليالي رمضان الله أكبر تمتلئ المساجد بالقراء بالبكائين بأهل القيام الذين ينصبون أقدامهم لله عز وجل فنوره يجعل الليل البهيم ضحى فما أجل وما أجلى محياه ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه البهيم ضحى فما أجل وما أجلى محياه ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا جاه من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرفه دوما بسيماه قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا والاستباق هنا المحمود عقباه صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه اسمع إليهم كيف يتلذذون كان بعض الصالحين يقول إذا احتضر المؤمن يقال للملك وهو يخرج روحه عند الموت يقال له شم رأسه فيقول أجد في رأسه القرآن يقال له شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام ثم يقال له شم قدميه فيقول الملك أجد في قدميه القيام ثم يقال حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلك أنا الذي أضمأت نهارك أنا الذي فعلت هذا فاشفع لك عند الله عز وجل مساكين مساكين من تسألهم بعد يومين وثلاث في رمضان كم مرة ختمتم القرآن فيقولون لك ها لم نبدأ إلى الآن بقراءته ها لم نقرأ فيه جزءا واحدا سبحان الله بما ضيعوا نهارهم بما ضيعوا ليلهم بالتلفاز بالأفلام بالمسلسلات باللهو بالطرب بالمقاهي أين القرآن أين الصالحون أين أهل التقوى يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل في جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم فرق والله فرق بين من يقضي ليالي رمضان على المصحف وفي المساجد وفي قيام الليل وفي الصلاة وفي الذكر وفي العبادة ومن يقضي ليله في السينما والمسارح والطرب والخيام التي يسمونها رمضانية تبا لهم كيف ضيعوا رمضان ماذا يقضون أوقاتهم في رمضان فرق بين الذي يصلي العصر فيجلس في بيت الله يذكر الله ويسبحه ويقرأ القرآن حتى غروب الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن يجلس بعد العصر أمام التلفاز بين مسلسل وأفلام وأغاني وطرب ينتظر يقول أقضي الوقت حتى يؤذن الغروب لأنتهي من هذا الصوم وأتخلص منه فرق
بين هذا وذاك. بدأ شهر القرآن، بدأ شهر التراويح يا عبد الله، ماذا ستفعل؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان ابن عون إذا جاء رمضان يقول لبنيه: يا بني ماذا تريدون بعد رمضان؟ وكان لا ينام ليالي رمضان يقومها ويتعبد الله عز وجل فيها. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عمر رضي الله عنه أحيا ليالي رمضان وأحيا سنة الاجتماع على قيام الليل في رمضان، فكان يجمعهم على أبي رضي الله عنه، يجمعهم والناس يصلون خلفه، فأحييت المساجد. يا لها من بيوت في ليالي رمضان تمتلئ بالمصلين، تمتلئ بالمصليات، تمتلئ بالذاكرين، تمتلئ بالعابدين. علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يخرج في خلافته فينظر إلى المسجد في ليلة، في أول ليلة في رمضان، ينظر إلى المسجد فإذا به قد أنير، وإذا القناديل تزهر في المسجد، وإذا القراء، وإذا المصلون، وكتاب الله يتلى. فدمعت عينا علي ثم قال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عليك بقيام الليل، أطل القيام يا عبد الله، ابحث عن المساجد التي يطول فيها القيام وتكثر فيها الصلاة، لتتورم الرجل لأجل الله عز وجل، لتنصب القدمان لمن؟ لله عز وجل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إياك أن تكون مثل أولئك الناس الذين يذهبون إلى المساجد بحثا عن القيام، فإذا صلوا ركعتين جلسوا أو ناموا أو أخذوا يتحدثون في آخر المسجد، والناس يصلون والبكاؤون يبكون والقارئ يقرأ والناس يستمعون، وهذا يضيع على نفسه هذه الفرصة، فرصة لا تقدر بثمن يا عبد الله. أين عباد الرحمن؟ أين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ أين الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ أكثر من القيام، أكثر من الصلاة. شهر رمضان شهر قيام الليل، فمن قامه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الذنب، تذكر ذنوبك يا عبد الله في العام، ماذا صنعت وماذا فعلت في العام الماضي؟ كم من ذنب فعلناه، كم من ذنب ارتكبناه يا عبد الله، كم من معصية وقعنا فيها؟ أتذكر تلك الليلة؟ أتذكر ذلك الفيلم؟ أتذكر تلك الصور؟ أتذكر تلك الأغنية؟ أتذكرين يا أمة الله؟ تذكرين فلان؟ تذكرين ذلك الاتصال؟ تذكرين تلك الجلسة؟ تذكرين ذلك الكلام؟ تذكرون يا عباد الله؟ جاءنا شهر يغسل تلك الذنوب، جاءنا شهر فيه الرحمة، فيه المغفرة، جعله الله عز وجل فرصة للتائبين، فرصة للمنيبين. الرحيل قد اقترب والموت قد اقترب يا عبد الله، فكر في ذنوبك، إنها الفرصة العظمى، فرصتك في رمضان. إي والله، رغم أنفه من دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تعالوا كل من حضرا لنطرق بابه سحرا ونبكي كلنا أسفا على من باب قد هجرا. جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات
ولم يغفر له فأدخل النار فأبعد